تحاول السلطات الرسمية في مدينة عدن الاختباء وراء تصريحات دبلوماسية وتتعامل عبر بيانات تنفي وقائع ترحيل أبناء عدد من المحافظات الشمالية من مدينة عدن دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون ولكل مواثيق المواطنة وحقوق الإنسان. نحن الآن في هذه الحدود ما بين الجنوب والشمال، أهم أولئك الذين دخلوا أرضنا واحتلوا أرضنا مع الحوثي، نحن سوف نرحلهم من أرض الجنوب على واحد واحد وسوف نصف فيهم، والحملة مستمرة. الواقع يقول إن هناك توجها لممارسة أفعال عنصرية بشكل غير مسؤول تعيد للأذهان التصرفات التي مارستها ميليشيا الحوثي ضد أهالي دماج في محافظة صعدة. هنا واقعة ترحيل قسرية وبشكل لا أخلاقي مورست ضد العشرات من أبناء مدينة تعز. ليس مهما التوقيت ولا يعني الزمان شيئا، فالجريمة التي وقعت لا تسقط بالتقادم، ويجب على السلطات الرسمية فتح تحقيق رسمي فيها، فتلك جريمة بحسب ما قاله رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بندغر، ولا يحق لأي جهة كانت ترحيل مواطن يمني من أي محافظة. ليس من المنطقي إطلاقا أن يقال لمواطن اليوم ارحل من عدن ولا من حضرموت ولا ارحل من تعز ولا ارحل من صنعاء، سيكون هذا كارثة علينا جميعا إذا قسمنا الناس على هذا الأساس. هي إذن جريمة مكتملة الأركان واضحة المعالم ومعروف منفذوها، يتباهون ويستعرضون عضلاتهم على مجموعة من المواطنين العزل الذين يفترض بالسلطات حمايتهم وليس إهانتهم لأسباب مناطقية. ليست هذه عدن التي عرفت بكونها مدينة مفتوحة ليس لليمنيين فقط بل للعالم، وليس هذا سلوكها ولا أخلاق أبنائها الذين يمثلون قصصا للتعايش وخليطا عرقيا متنوعا. رئاسة الدولة والحكومة وقيادة السلطة المحلية في عدن مطالبون باتخاذ مواقف واضحة من هذه الحادثة وغيرها، فحقوق المواطنين محفوظة، وإذا مرت هذه الحادثة بسلام فلن يعرف أحد من قد يكون هو الضحية القادمة.